حقيقة الذنب لا تشكل طفرة في حركة الفرد، وإنما هذه تمثل مظهرا من مظاهر الفرد. يعني هذا الذنب الواحد الذي يرتكبه الإنسان والعياذ بالله، هذا يكشف عن خلل في الذات، هذا إنتاج هذه الذات. يعني مثل معمل ينتج، أنتوا إذا رحتوا إلى معمل يجب أن ينتج الأواني، رأيتم أن الآنية التي ينتجها المعمل أو السيارة اللي ينتجها المعمل فيها إشكال، هذا يدل على إشكال في ذات المعمل، مو أنه هذا فجأة حدث هذا الخلل، إشكال أكو في ذات المعمل. هذا أولا، قوانين العلية والمعلولية في إطار عالم الطبيعة، وثانيا ظاهر القرآن الكريم فيما يبدو أيضا يدل على هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل كل يعمل على شاكلته. أكو هنالك سنخية بين العمل وبين الشاكل.